السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة انفينيت جيم. اليوم رجعنا لكم بلعبة فيزج يا جماعة الخير. اللي ما شاف الفيديو السابق ضروري يروح يشوف الفيديو السابق، لان هذا الفيديو راح يكون اخر حلقة لهذا الفصل، فروح شوف الفيديو السابق قبل ما تشوف هذا الفيديو. فخلونا ما نطول بكلام ونبدأ نخاف. طيب يا جماعة الخير، كما تشوف احنا موجودين الحين في الرحم، داخل الرحم يا اخوان. يس، داخل الرحم. فخلونا نكمل يا اخوان، خلونا نكمل. هنا وصلنا في الفيديو السابق يا جماعة الخير، وصلنا هنا. فاحنا داخل الرحم يا اخوان، داخل داخل الرحم. ف this is not good. ايوه، خلونا نتحرك يا جماعة، خلونا نطلع من هذا المكان لان مكان مقزز جدا. افتح افتح الباب. من زين، هذا الباب الى اين يؤدي يا اخوان؟ وش هذا؟ وش هذا المكان؟ هذا ماله؟ هو المطبخ صح يا جماعه؟ هذا مطبخ صح؟ هو هذا المطبخ يا اخوان. انزين، وبعدين؟ لا يا حبيبي، تسمعوا صوت الطفل يا اخوان؟ تسمعوا صوت الطفل؟ انا اسمع صوت الطفل يا اخوان، اسمعه والله. ياسي صيح يا اخوان، هنا هنا موجود. هذا الصالة يا جماعة، وينه وينه هذا؟ وينه؟ شكله هنا يا اخوان، هنا هنا موجود شكله، في هذا ال في هذه الغرفة. وش صار هنا؟ وش صار له؟ هذا تسجيل يا جماعة، هذا تسجيل. احط مقبض. الفونوغراف، الفونوغراف، اوكي. وش بيصير الحين؟ هذا سرير الطفل يا جماعة، هذا سرير الطفل. اوكي. انزين. أرجوك يعني من دون النسخات، اوكي. ما أبي أي نسخات يا إخوان، خلنا أنا بحاول أشوف صوبة ثاني. اوكي. اختفى. انزين وبعدين؟ وش نسوي الحين؟ اتوقع نرجع ورا، لان ما في شيء هنا خلاص. اتوقع حصلنا. ايوه نرجع ورا، اوكي. نحن موجودين، موجودين في القبو يا اخوان، اذا كنتم ملاحظين احنا موجودين في القبو. حسك الباب يا جماعه. انزين الحين يا اخوان، الحين انا ما اعرف ايش اسوي. اوكي اوكي، عرفت ايش اسوي. نلحق هذا اللي اسمه، نلحق هذا الشيء الغريب هذا. هنا 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 طريق بيكون اخوان. ايوه هنا نلحق هذا 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 الامعاء، هذا هذا امعاء ولا ايش، ما عرفت ايش هذا بالضبط، ولكن امشي نلحق هذا الشيء. زين يلا اقحم اقحم يا حبيبي اقحم. اتوقع يا اخوان، اتوقع ان هذا بيكون هو اخر حلقه لهذا الفصل يا جماعه. اتوقع اتوقع، ما متاكد، ولكن اتوقع ان هذا بيكون اخر حلقه لهذا الفصل. وإذا كنتوا حابين ألعب الفصول الثانية اللي متوفرة في هذه اللعبة يا إخوان، اكتبوا لي في التعليقات. طيب اكتبوا لي في التعليقات إذا كنتوا حابين ألعب الفصول الثانية لهذه اللعبة، لأن هذا اللعب فيه أكثر عن فصل يا إخوان. زين ليش راسه بدا ينقع؟ أوكي ذيس إز نوت جود. أوكي خليني أدخل هنا. زين أيوه هذه شكل هذه الغرفة. لا 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 افتح لي بسرعة بعد، افتح قصدي هذاك اسمه يعني ولع الولاعة. اوكي انزين عرفت وين يوديك كذا. هذا يوديك عند ال هو الطفل يا اخوان، هذا هو الطفل، حصلناه. انا كنت ادورك الحين سبعه، كانت تسع حلقات يا اخوان يا حبيبي، انا ادورك تسع حلقات. تفاعل وش يقول لك؟ ما يصير، لازم يقول لك لازم بيدين، بيد واحده ما يصير صح. لحظات. انزين بعك هذا اوكي، وهذا بعد. يلا تعال تعال يا حبيبي، تعال تعال يا حضنك شويه بس. هذا ليش راسك ذاك؟ هذا ليش راسك ذاك يا اخوان؟ هذا راسه ما طبيعي، هذا مزرق اصلا، شوف كيف مزرق ترى. هذا ميت شكله، هذا ميت اتوقع، ما حي ترى، لكن انا بودلها. اللي يهمني الحين انا بودلها. حبوق بتلش الطفل. دولوريس، من اسمها ذي؟ دولوريس اسمها هي.
جبت ليش الطفل هو راس كبير هو راس كبير تبي يطلع من انتظروا بس انتو جبت هو وشوية كبر راسه ولكن ما مشكلة امشي انا حصلت ليش اياه. ايش هذا الصوت؟ هي قاسد كح ولا الطفل اللي قاسي كح؟ دولوريس هو الطفل شليه ما اعرف اذا كان بيدخل من هذه النافذه يا اخوان لانه راسه كبير لانه راسه كبير. واخيرا حصلنا يا اخوان اخيرا بعد كم ساعة حلقات وانا قاعد ادور على هذا الطفل. ايوه اشوف الله يصرف ايش صرفه. ايش صار هنا؟ وايش اللي صار؟ في شيء هناك في الصليب يا اخوان. هذا ويش؟ اللعبة. هذا اللعبة تحت علقة هناك في سرير مال الطفل. اوكي. ممتاز جدا. يا اخوان باقلنا ترى اللغز واحد فقط. باقلنا اللغز واحد ما حلينا لحد الحين. لحظات يا حبيبي. خليني اطلع الولاعة. واطلع الحباب. اوكي. امورنا طيبة. انزين. باقلنا اللغز واحد يا اخوان ما حلينا لحد الحين. وهذا اللغز موجود هنا. عند المطبخ. لا ما عند المطبخ عند اللي يسموه ذاك المجلس. اوكي هلا وش راح لحظة يا اخوان قبل ما نروح اسمه ذاك نروح صوب المجلس لازم نروح فوق لان اسمه لازم نحفظ الصور شيء صور هناك فوق. تنتي وش تريدي انا مسمه جبت شي الطفل خلاص يا اخي العقد انتهى صح ولا ما صح؟ والله ما صاحي هذا العجوزه ما صاحي ما عارف ايش تريد مني بعده. هنا ايش صار؟ ما كان كذاك. انزين يا اخوان. شيء شوف هذا المكان. هنا شيء صور يا اخوان. لازم نحفظ هذه الصور يا اخوان، اذا ما حفظناه ما نقدر نحل اللغز. فلازم احفظ اشكال الصور يا اخوان. انزين هذا شكله كذا شويه كذا كانه باغي يختفي. اوكي. اتوقع اني حفظته خلاص امور طيبه. انزين وهذا اللعبه اللي حصلناها قبل شوي لازم خلينا اعلقه هنا. بعلقه هنا باقلنا تقريبا واحد فقط. ايوه باقلنا واحد بس يا جماعه باقلنا بس لعبه واحده فقط. انزين الحين بننزل تحت بنروح صوب المجلس وهناك تنزل تحت شيء مرايه وشيء درج تنزل هناك تحت وهناك موجود ذاك اللغز اللي لازم نحله يا اخوان. اوكي هنا يا جماعه تتذكروا هذا المكان؟ كان في صور اذا لو كنت تتذكروا هذا المكان كان شيء صور هنا اخوان ولكن هذا في الحلقه في الحلقات الماضيه ما قدرنا نحل هذا اللغز لان ما كنت فاهم انا وش اسوي بالضبط. اوكي هذه الصوره انشله لان هذا كان موجود فوق يا اخوان شفت هذه الصوره انا. لا 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 خذيت الحبوب بالغلط يا اخوان. انا وش قاعد اسوي؟ انه لا يضيء ليش؟ اوكي ما زين ما مشكله. ليش ما اقدر اشله؟ ما ينفع اشله يا اخوان ما اعرف ليش. ما اقدر اشيل ولا صوره. لحظات. انزين. شوف هذا المكان يا اخوان. شوف هنا. شوف هذا الاماكن في هذا الفريم. لازم تحط ثلاث صور هنا يا اخوان. بعد ما تحط ذاك الصور اللي شفناه فوق اتوقع بيطلع لنا شيء. فالحين لازم ندور ذاك الصور اللي حصل. ايوه واحد منهم هذا. لا يمكن تخزين هذا الغرض. لحظات يمكن لازم يعني نستخدم يدين. ايوه بالضبط. انزين هذا كان اول واحد صح يا اخوان؟ هذا كان اول واحد. لحظه بقي. لحظات خلينا ندور على الصور. لا ما هذا. هذا كان الأخير. أنا متأكد أن هذا كان الأخير. أما اللي في النص اللي موجود هناك ذاك الغرفة حطه يا حبيبي. ليش ما قدر حطه؟ سلامات وش صار شكل اللعب يا أخوان. انزين بقينا صورة واحدة يا أخوان. لازم راح نشيل هذا الصور اللي موجود هنا وبعدين أتوقع بنحصل شيء مفيد يعني شيء راح يفيدنا. هو ذا الصورة تعال. زين هذا اتوقع بين تخليه في النص لان هذا اللي اتذكره لما شفنا في ذاك الغرفه.
تحطه هنا يا اخوان، تحطه في النص بالضبط. طلع شيء وش؟ طلع شيء باب سري، شيء باب سري يا اخوان. اوكي 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 تفهمت انا وش فايدته هذاك. هذا هذا عندي هذا انا. طلع هذا فايدته هنا. انا اقول وش فايدته هذا؟ ليش اعطوني هذا؟ حصلنا اللعبه يا اخوان، حصلنا اللعبه. اتوقع الحين امورنا طيبه، يعني نروح نحطه في ذاك السرير ان شاء الله، يعني ما يصير شيء قدام الحين. زين ليش ما يشله؟ تعال تعال حبيبي اريدك. انا ما استخدمتك، انت جديد، انت الجديد بعد جديد، ما استخدمتك. يلا والحين راح نتجه الى الطابق العلوي يا اخوان، المكان اللي موجود ذاك سرير الطفل يا جماعه. اركب بسرعه، اركب، انا متحمس اذا شو بيصير قدام، انا متحمس. اوكي يا مسمى دولوريس، اذا طلعتي لي والله بشوف، راح بقلع ذاك الراس الكبير ما الطفلش. انزين يلا خلونا نروح، اتوقع ما باقي شيء هذا الفصل يا اخوان، قريب نخلصه، ما باقي شيء. اوكي سوي كذا علقه، حلو، بعدين ندور. ايوه ندوره. زين وش بيصير الحين؟ تحديث تعادل الحفظ هذا اللعبة تلقائيا، تم الحفظ بشكل يدوي. اوكي يقول لك ماشي اوتوماتيكلي سيفنج. حصلنا مفتاح يا اخوان، شيء مفتاح، حصلنا مفتاح. زين ليش تقرب راسك يا حبيبي؟ ليش تقرب راسك؟ ما يحتاج يعني. هذا مفتاح كيف طوله حشا عاد، ما مفتاح ذا. انزين شله 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 خلاص. انزين هذا ايش حلو؟ ايش هذا المفتاح الحين؟ عليه علامة موسيقية. عرفت عرفت، هو 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 هو. هل هذا اللي اسمه؟ هذا المندوس. هل هذا اللي البوكس اللي هنا؟ افتح افتح اخيرا، احلب بس، حصلنا على اسطوانة. تمزح معي؟ هذا يعني كان داخل هذا الاسطوانة بس، أنا على بالي في شيء يعني شيء. شوف الكلبة ذي يا أخي، روحي روحي والله روحي. ابلع حب، ابلع حبوب، ابلع حبوب، ابلع أكثر عن حبة بعد، ما حبتين، ثلاثة لو يصير. إنزين تون وين أروح أنا؟ ما فهمت وين أروح. حصلت على أسطوانة، أوكي وبعدين؟ أوكي 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 والله عرفت وين أروح، عرفت وين أروح يا جماعة، عرفت وين أروح، عرفت وين أروح. بتشوف الحين، لحظات بس، خليني أفتح، خليني أولع الولاعة لأن مكان مظلم. عرفت وين أروح؟ تتذكروا ذاك اللي في صالة في اسمه في القبو، تتذكروا ذاك الصالة؟ إنزين شيء آلة، شيء آلة موسيقية يا جماعة الخير. مو اسمه ذاك الآلة اللي هو ذاك اللي حل أسطوانة، على أساس نركب ذا الأسطوانة. فهمتوا صح؟ اللي جاي كأنه مسجل ما زمان، من القديم ذاك. أمشي هو ذاك. فذاك الصالة موجودة ذاك الآلة، فالحين أنا بروح نركب هذاك الأسطوانة وعاد بنشوف شو بيصير. يس. لأن أنا أتذكر ذكر شفته ذاك المرة، شفته ذاك اللي اسمه الآلة. شفته في الصالة. هنا. افتح الباب. كان موجود في هذا الصالة هنا. هذا المكان، أيوه، هذا الصالة هنا. هنا. وينك وينك؟ أوه شفته؟ بنحط أسطوانة هنا. وتتذكروا حصلنا ذا المقبض ماله. تتذكروا لما ذاك قلعنا المقبض من ذاك الآلة؟ هو ذا المقبض. يلا حركة. يلا. سلينا. سمعنا الموسيقى. والله كلاسيك. الموسيقى كلاسيكية يا اخوان. انزين وبعدين وين رحتوا؟ الصوت يطلع من هنا يا اخوان. اسمع انا صوت يطلع من هنا، من هذه الغرفة. يزيد. يرتفع الصوت يا اخوان، يرتفع الصوت. هنا هنا هنا. ويل ويل ويل. هذيك قصة تراقص هناك يا اخوان، تراقص هناك، هذيك موجودة هناك في ذاك الغرفة. البوصلة. انزين. وين نروح؟
أنا وين أروح؟ أنا بنيت أضيع منتو. أنتو قاس أروح صح كذاك؟ هذه موجودة هنا بعد. هل نفتح هذا الباب؟ تغير الاسم الغني يا أخوان. لاحظت هذا شيء؟ يمكن روح هنا. خلونا نروح هذا الصوب. يمكن هنا يا جماعة. أنا ما أعرف فين قاس أروح. لكن عسى بس ما أطيح. هنا يمكن؟ لا. الباب ما يتفتح. ما هذا المكان؟ لا 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 هنا بطيح. أوه أوه أوكي 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 ما بروح هناك. هنا يمكن هنا أتوقع. هنا يا جماعة. أتوقع لما اسمك اسمه يتغير الأغنية أو الموسيقى معناته يا جماعة أن لا تروح ذاك الصوب. كانوا يقولوا لك اللعبة أنك لا تروح ذاك الصوب لما تتغير الأغنية يا جماعة. هيا قاسة تترقص هيا يا جماعة. هيا قاسة تترقص أنا. هاجي أرقص معاش وأنا. حبوه دونورس. ليش يعني زي الشعر متنتف؟ ولا فاضية ذي قاسة تترقص. فرحان الحين لأن جبت لها الطفل. لا مبسوطة هي ذا. لا 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 ما هنا ما هنا ما هنا يا جماعة. شكله هنا. سمعتوا صح؟ ركزت انتوا على هذه النقطة؟ لما مسمى ذاك يعني تروح مكان عن اللي يعني مكان غلط تتغير الأغنية يا جماعة. أما يقولوا لك يعني المكان اللي انت تروحه غلط يعني. توين اروح انا؟ ده راسي يا اخي. هنا؟ شو شفته؟ شفته؟ لاحظته صح؟ تتغير الاغنية. يصير كأن ذاك مشوش. انزين. نروح هنا يمكن. حبوه؟ اذا ممكن تخبرين وين اروح؟ انا احس اني بطيح يا اخوان. فاحس اني اركز. انزل هنا يا اخوان لان ما في طريق. زيني ما طحت. انت قاس مسح معايا ويش؟ انا قاس اروح صحتك كذا انا قاس اخرف. نشوف هنا؟ هل بيتغير الغنية؟ لا يعني صح. انا رايح صح يا اخوان. شكله هنا. شكله هنا هو ذا الباب. ايوه هو. هو ذا الباب. افتح. اوكي ما اوكي ما عجبني الغرفة. لا ما عجبني الغرفة. افتح الولاعة بسرعة بعد. حلو ما يخلوك. تشوف الكيف اللي سر يا اخوان. الف سرير. شكلها هذه كانت تشتري لهذا الطفل لها اسبوعيا سرير. يا اخوان انا ما اشوف شيء ترى. زين فتحت الليت. اوكي صار مكان. دخلنا مره ثانيه في الرحم. ايه دخلنا مره ثانيه في الرحم يا اخوان. رجعنا في الرحم. زين شكله بعدنا ما خلصنا يا اخوان. اتوقع بعدنا ما خلصنا هذا الفصل. شكله بيصير شيء قدام الحين. زين اسمع صوت ذاك اللي اسمه هرم السياره يا اخوان. هذا معناه انت ويش يعني؟ افتح الباب بسرعه اطلع من هذا المكان. اوكي انزين. تتذكر هذه الغرفه اللي قبل شوي حقنا كنا نشوف الصور؟ تتذكر هذه الغرفه صح؟ لما كنا نشوف الصور من هذا الحفره. ما يصير شيء هنا؟ هنا؟ هي موجوده هنا. هيا دولوريس موجودة هنا. وامك على بالي بتجيني. هذا وش قاعدة تسوي؟ هذا قاعدة تخنق الطفل ولا ايش؟
هذا ايش قاعد تسوي؟ هذه بها تقتل الطفل اتوقع، صح يا جماعه؟ بها تقتل الطفل ولا كيف؟ انا ما فهمت. دولوريس لا تسوي هذا الشيء، انا تعبت ليه ما حصلت لك قراص، تعبت ليه ما حصلت بوراس، فالرجاء لا تقتلي، راسك كبير ترى، راسك ما بيموت لانه راسك كبير. قاسي يصيح له يعني ما قتلو. يا جماعة انتحرت دولوريس، انتحرت العجوزة، انتحرت يا اخوان. طلع كذاك سالفته هذه، يا ساتر. يفتح الباب راح اشغل. اوكي زريبة. في شريط يا اخوان هنا، ما سمعنا الاشرطة. زين في شي ولاعة، شي حبوب، حتى تغير الساوند تراك يا اخوان لو لاحظته. معاينة، هذا ويش؟ أتت على غرض تقدم. نهاية فصل دولوريس، نترك الواقع خلف ظهرنا. خلصنا يا جماعة الخير، خلصنا الاسمة، خلصنا فصل الدولوريس يا جماعة الخير، فصل العجوزة. طيب يا جماعة الخير، هذه كانت نهاية فصل دولوريس. كما شفتوا في المقطع الأخير أن دولوريس انتحرت، أما الطفل حي يرزق يا جماعة الخير. كما شفتوا أن دولوريس انتحرت يا جماعة الخير، لكن الطفل حي يا أخوان، أن الطفل حي ولكن دولوريس انتحرت. أوكي، بصراحة كان القصة ممتازة في هذا الفصل. أما الفصول الثاني صراحة أنا بعدني ما جربت الفصول الثاني، ولكن أتوقع نفس الحالة بيكون القصة ممتازة. فإذا كنتوا باغين ألعب الفصول الثانية اكتبوا لي في التعليقات، وإن شاء الله راح ألعبها في القناة. كان معكم عادل من قناة Infinite Gaming، ملتقانا إن شاء الله في الفيديو القادم. سلام.